مصرف لبنان بيانا مفصلا أرفقه بالتزام خطي بعدم المساس بالاحتياطي الإلزامي إلا لتسديد الالتزامات الخارجية فقط. تبين أن مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8 مليارات و573 مليون دولار موزعة على الشكل التالي: القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبونز من دون أن يتضمن ذلك قيمة الموجودات من الذهب. أشار البيان إلى التزامات خارجية يقتضي تسديدها وتتضمن 275 مليون دولار نقدي لحسابات القطاع العام بالدولار، 8 ملايين دولار لحسابات القطاع المصرفي بالدولار، 125 مليون دولار لرصيد حقوق السحب الخاصة المتوافر للاستعمال، 96 مليون دولار اعتمادات مستندية مفتوحة من مصرف لبنان، 660 مليون دولار قروض لجهات عربية، و160 ملايين دولار ودائعة عربية.